يبقى الدم بيتجمع من السوبيرو فينا كافا ومن الانفيرو فينا كافا، بيتجمع هنا في جوه الرايت اتريوم، وبعدين يبدأ ان هو يتحرك هنا باتجاه الرايت فينتريكل. خلاص كده بيبدأ ان هو يتحرك في الايه، لجوه الرايت فينتريكل من خلال فالف هنا او من خلال اورفيس او فتحة هنا بتصل ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. ده كلام جميل. طيب دلوقتي انت عندك هنا زي ما احنا قلنا ده الرايت اتريوم اهو، شيل الاسهم دي كده خلاص، يبقى ده الرايت اتريوم اهو، في ودنة كده واخد بالك طالعة من الرايت اتريوم. خلاص كده الودنة دي بنسميها الرايت اوريكل، ورايت اوريكل اوفرلابنج بتغطي على الروت اوف ذا اورتا، ما هو الشريان الضخم ده الاسندنج اورتا. خلاص كده ده الايه، ده الاسندنج اورتا. فالرايت اوريكل بيبقى، شوف شوف منظر حلو قوي، شوف هنا جميل قوي المنظر، الكونيكال ان شيب واخد بالك هنا باين قوي 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 قوي، الكونيكال ان شيب اللي هو المنظر بتاع الام ده، واخد بالك الكونيكال ايه ان شيب، اه ده بقى الرايت اوريكل اللي هو اوفرلابنج ذا روت اوف ذا اورتا. كلام جميل قوي قوي. لما نيجي نبص على الاورطه هنجد الاورطه بينزل شريان هنا منه يسمى الكوروناري ارتري او رايت كوروناري ارتري، يعني لغايه لما ناخد البلاد سبلاي هنبقى ايه غلابه شويه في مساله البلاد سبلاي دي، لغايه لما ناخد البلاد سبلاي هنبص نلاقي الكوروناري ارتري شريان احمر اهو نازل اهو بيمتد في السالكس، يهمنا قوي السالكس اللي هو المعروف باسم الكوروناري سالكس الذي يقع ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتركل. هتقولي هو ده ليه علاقه بالفيتشرز بتاعت الرايت اتريوم او الانترنال فيتشرز بتاعت الرايت اتريوم؟ هقول لك لا، بس ده تربيط الكلام، وبعدين هيلزمني دلوقتي حاجه تانية مهمه. وبالتالي يا شباب ده كله كده ده الكوروناري سالكس. طب وده الرايت فينتركل، ومفروض ان الناحيه التانية اللي انا مش شايفه الليفت فينتركل، وبيبقى هنا في ايه، في الانتيريور انتر فينتريكولار سالكس. يبقى هنا ادي الكوروناري سالكس وهنا ادي الانتيريور انتر فينتريكولار سالكس، بغض النظر عن الكونتنت الموجوده ايه الموجوده فيهم، لانه لسه بلاد سبلاي هيتشرح بالايه بالهداوه تاني خالص. طيب احنا اتكلمنا عن الكوروناري سالكس وقلنا ان هو بيفصل الاتريوم عن الفنتركل، هنا الرايت اتريوم عن الايه رايت فنتركل، وقلنا انه بيبقى في البدايه في شريان اللي هو الكوروناري ارتري زي ما احنا شايفينه اهو، خلاص كده اللي هو الشريان الاحمر الحلو ده صح. وبعد كده لما بنضير ورا ونبص على السالكس من ورا، صحيح هو من قدام هنا الموتوسيكل الوحش عدى خلاص مشي، خلاص وحش اهو مشي خلاص كده. طيب لما نيجي بقى نبص هنا ده الكوروناري سالكس مشي فيه الشريان اللي هو الكوروناري ارتري في البدايه، بعد شويه هنبص نلاقي هنا اهو في جيب وريدي كبير بدأ يتواجد يسمى الكوروناري، ايوه 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 الكوروناري ساينس. ما احنا قلنا هنا سالكس وهنا سالكس، يعني الاثنين شق وشق، بس الفرق ان الشق ده ماشي فيه شريان اسمه الكوروناري ارتري. طب لما بنكمل بقى ورا ورا بيظهر هنا ايه وريد، جيب وريدي كده كبير اسمه الكوروناري ساينس. الكلام ده يلزمني قوي دلوقتي. طيب ده كلام جميل. دلوقتي سعادتك انت قلت انه، تعالى بقى ننزل كده البيان ده خلاص، السوبيرو فينا كافا احنا عارفينه، هننزل بقى تحت عشان في بيانات تحت تلزمني. ايوه خلاص كده، ودي طبعا الايه الاوريكل ودي السوبيرو فينا كافا هنشيلهم عشان ننزل تحت شويه. خلاص كده لما نيجي نبص كده على البيانات هنجد هنا ايه، نجد ثلاث بيانات في غايه الاهميه. البيان الاولاني ده الانفيرو فينا كافا، وطبعا الانفيرو فينا كافا بيفتح جوه الرايت اتريوم، بيبقى في فالف او صمام بيبقى خاص بالانفيرو فينا كافا بنسميه الفالف اوف ذا انفيرو فينا كافا. طيب يبقى ده الفالف الخاص بالانفيرو فينا كافا، جنبه فالف وجنبه اوريفيس وجنبه فتحه. ما خلي بالك بص الاوريفيس دي الفتحه، ده مصطلح صح، والفتحه بتبقى مزاده بفالف او صمام. فلما اقول لك اوريفيس يعني فتحه، اقول لك الفالف بتاعها اللي هو الصمام بتاعها او الباب بتاعها يعني. مجاور ليه على طول هنا اهو، هنجد طبعا زي ما احنا شايفين دي الكوروناري ساينس اهي صح، هنجد في اوبننج خاصه بالكوروناري ساينس بنسميها الاوبننج اوف ذا كوروناري ساينس، وبيبقى هنا في فالف خاص بيها بنسميه الفالف اوف ذا كوروناري ساينس. الله، يبقى انا كده عندي كام فتحه؟ انا عندي الفتحه بتاعت السوبيرو فينا كافا والفتحه بتاعت الانفيرو فينا كافا